ليكون في علمكم أن الهيئة الناخبة بالنسبة لبلدية البرمة تقدر ب 10802 ناخب. تتوزع هذه الهيئة الناخبة على مركزين و 14 مكتب، من بين هذه المكاتب 6 مكاتب متنقلة. والهيئة الناخبة بالنسبة للمكاتب المتنقلة تقدر ب 7607 ناخب. وفرنا كل ما يتعلق بالوسائل المادية واللوجستيكية والوسائل البشرية. نقولوا احنا ربي يوفق في الانتخابات هذه، ونجيبوا لازم الرجل الصالح للبلاد هذه، ان شاء الله ربي ينصرها الجزائر هذه.